أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة رافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. نبدأ مع الملف الأول، القصف على محافظة دهوك. مواطنون عراقيون من مدن مختلفة هربوا من حر الجو وسوء الخدمات لقضاء أيام من العطلة الصيفية في شمال العراق، وكانت النتيجة قصف يستهدفهم ويذهب بالعشرات بين قتيل وجريح، حيث استشهد 9 مواطنين عراقيين وأصيب نحو 26 آخرين أغلبهم من النساء والأطفال بعد قصف استهدف مصيفا سياحيا في قضاء زاخو بمحافظة دهوك شمالي العراق. وسائل إعلام محلية ذكرت بأن القصف كان مصدره من الجيش التركي، وقال قائم مقام مدينة زاخو بمحافظة دهوك مشير محمد بشير بأن عدد الضحايا جراء القصف ارتفع إلى 9 قتلى جميعهم من السياح. من جهته قال مجلس وزراء كردستان العراق أن مناطق في كردستان العراق تعرضت مؤخرا إلى استهداف متكرر من خلال العراق وخارجه، مما تسبب بخسائر بشرية بين المدنيين وإلحاق أضرار مادية بممتلكاتهم، مطالبا الحكومة والمجتمع الدولي بمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. دعونا نشاهد بعض هذه اللقطات المؤلمة للحظة القصف التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، فلنتابع. نبقى مع هذا الملف، ملف قصف على دهوك، ونأخذ صور أخرى للقصف على أحد المصايف في مدينة زاخو بمحافظة دهوك، والتي توضح بشاعة المنظر في المقاطع المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أغلب من قتل وأصيب هم من النساء والأطفال، فلنتابع. مين جاي؟ أنا جاي من بغداد. شلون شفت القصف؟ سياحة وجايين للسياحة وجينا لهذا البرنامج قاعدين، وأنا كنت أصلي جهاد يلعبون طيارة مسيرة ضرب مرتين صادفة. هو ممنوع هذا المصيف؟ بعد ليش؟ هذا شنو ذنب هذا الطفل؟ حسبي الله ونعم الوكيل. 9 سنوات، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبي الله ونعم الوكيل. نظر إلى تفاعل الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم القصف التركي على دهوك، منهم من غرد وقال تحت هذا الوسم: آصف قال الانتهاك التركي ليس وليد لحظته، إنما بسبب الخونة الذين استباحوا الأرض والدم. مهدي عزيز قال لا يوجد مبرر واحد لقصف العوائل المدنية وقتل الأطفال والنساء غير أن الذي يحكمون خونة. أحلام غررت وقالت مع الأسف
نحن في دولة عادي ينهجم العراق ويقتل المواطن ويهجر ويذل ويتعدى على سيادة الدولة، بس أهم شيء يبقى المسؤول على الكرسي ومحد يتقرب له. علي البيدر قال لا نمتلك غير إحدى الحلول الثلاثة: تدخل عراقي لإنهاء نشاط حزب العمال الكردستاني، إيقاف ذاتي لأنشطة الحزب، التدخل التركي. يقول الخيار الأخير يتم تطبيقه الآن، أدى إلى خسائر جسيمة آخرها استهداف سياح أبرياء لم يكن لهم ذنب سوى أنهم كانوا في التوقيت والمكان الخاطئين أثناء القصف التركي المستمر. طبعا الحكومة، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي كان قد أرسل وفدا من الحكومة للإطلاع على مكان القصف في قضاء زاخو بمحافظة إدهوك شمال العراق، وقال مصدر في وزارة الخارجية بأن الكاظمي أوفد وزير الخارجية ونائب قائد العمليات المشتركة والسكرتير الشخصي إلى مكان القصف في زاخو، وأمر الكاظمي وأكد البيان بأن الكاظمي أمر بالتحقيق الفوري بالحادث وبإفاد وزير الخارجية ونائب قائد العمليات المشتركة والسكرتير الشخصي وقائد قوات حرس الحدود إلى مكان الحادث للوقوف على حيثياته. من جهتها أدانت وزارة الخارجية في حكومة الكاظمي القصف الذي طال مصيفا في قضاء زاخو، معتبرة بأن هذا القصف يمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق. طبعا مثل ما شفنا بعض المناطق المقاطع المؤلمة التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، وأحد المواطنين العراقيين الذين تحدثوا وهو من القادمين من العاصمة بغداد تحدث عن لحظة قصف المصيف الذي كان يستقبل العديد من العوائل العراقية، وقد تعرض هو وأطفاله للإصابة من جراء هذا القصف. نأتي على بيان خلية الإعلام الأمني في العراق، حيث أصدرت بيانا نشرته وكالة الأنباء العراقية، جاء فيه بأنه في تمام الساعة 13:50 من هذا اليوم الموافق 20 من شهر يوليو تموز الجاري، تعرض مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة إدهوك بكردستان العراق إلى قصف مدفعي عنيف أدى إلى استشهاد 9 مواطنين وجرح 23 مواطناً آخرين، جميعهم من السياح المدنيين، وتم إخلاؤهم إلى قضاء زاخو. أضاف بأن القائد العام للقوات المسلحة وجه بالتحقيق الفوري بالحادث وإفاد وزير الخارجية ونائب قائد العمليات المشتركة والسكرتير الشخصي وقائد قوات حرس الحدود إلى محل الحادث للوقوف على حيثياته وزيارة الجرحى. إذن ما هي أسباب القصف التركي على إدهوك؟ إن صحت الرواية التي تحدثت بأن القصف جاء من تركيا، وأين دور الحكومة من هذا القصف المتكرر من قبل تركيا وإيران على الأراضي العراقية؟ نعم، طبعا أصدرت الحكومة التركية بيانا قبل قليل حول القصف التركي، حيث جاء في بيان لوزارة الخارجية التركية قالت فيه بأن أنقرة ترفض جميع أنواع الهجمات التي تستهدف المدنيين، مشيرة بذلك إلى أن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 8 من العراقيين و26 جريحا في قضاء زاخو بمحافظة إدهوك شمالي العراق. وأضافت الوزارة التركية في بيانها بأن مثل هذه الهجمات ضد الأبرياء والتي تعتبر صادرة عن منظمة إرهابية تستهدف موقف تركيا العادل والحازم في مكافحة الإرهاب كما جاء في البيان، والذي تلتزم فيه بالقانون الدولي وبأقصى قدر من الحساسية لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والأصول التاريخية والثقافية والطبيعية. دعت الخارجية التركية السلطات في العراق إلى التعاون لكشف الجنات الحقيقيين المتورطين بهذا الحادث الكارثي وعدم الإدلاء بتصريحات تحت تأثير خطاب ودعاية المنظمات الإرهابية. يعني لغاية الآن تركيا لم تؤكد بأنها هي من قصفت هذا المصيف في محافظة إدهوك، بينما تشير وسائل إعلام عراقية محلية بأن القصف كان قصفا تركيا. معنا اتصال أبو عراق من الفلوجة. أبو عراق، إلى متى يبقى المواطن العراقي يدفع
هذا الثمن حياته بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة. احنا عندنا منظمة مصنفة إرهابية هي حزب العمال الكردستاني وجناح العسكري البككة موجودين في العراق، وهناك وثائق تحدثت أنه من زمن حيدر العبادي يصرف لهذه المنظمة المتواجدة على الأراضي العراقية رواتب. ليش ما الحكومة بالعراق تتخلص من ذولا، تسلمهم التركية، نخلص من هذا الملف حتى يخلص المواطن العراقي، يحافظ على روحه، يحافظ على نفسه. رأيك أبو عراق؟ عليكم أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. بالنسبة ما زول ماكو سيادة بالعراق، ماكو حكومة، ماكو إنسان الوطن هذا. هذا العراق لمن أستاذ عمر؟ لو أكو سيادة صحيح، بس والله عيب عليهم الحكومة إذا أكو حكومة. بس أنا واثق حكومة ماكو، ولا لو أكو حكومة مضبوطة هسه يكون الرد على التركي. يا أستاذ عمر شو الذنب هاي الناس هاي؟ بس والله الذنب لكوننا عراقيين وخطيت بربط. نعم. إذا أكو حكومة ولا عيب عليهم، عيب يعني تركيا تقصف. نعم. عيب بالمناصب من الله لا يوفقهم إن شاء الله. الله ينتقم منهم. نعم. وأنا أشكرك أخوي. شكرا أبو عراق من الفلوجة كان معنا. أبو علي من واسط. أبو علي، يعني صور مؤلمة، نسأل الله عز وجل الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى الذين سقطوا في هذا القصف. برأيك ما هي الأسباب التي تجعل من العراق أرضا لاستمرار القصف إن كان من تركيا أو من إيران؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. يا أهلا بك. نعزي ضحايانا، نعزي أنفسنا نعم. استشهاد أبناء، يعني كوكبة جديدة من أبناء شعبنا، نسأل الله لهم الرحمة والشفاء العاجل للجرحى. أستاذ عمر، يعني الدولة اللي يحكمها جبناء وفاسدين حشاكم، هذا من الطبيعي أن تكون دماء شعبها رخيصة وسيادتها مستباحة. لا، الفاسدين ويحكمنا غير الجين. إحنا إنكار. زين، أما أنتم متحالفين مع أمريكا، وأمريكا هي جابتكم ونصبتكم. نعم. بغض النظر سواء ضربنا تركيا ولا إرهابيين ولا غيرها، بعد ما أنطتكم الدفاع الجوي شلون تصدون الهجمات اللي تجيكم من برا؟ ما تعرفونها مصادر النار منين تجيكم؟ يعني معقولة ما عندنا دفاع جوي؟ لعدي من الصفر رواتب إن ميزانية الدفاع هي. نعم. أو كاتلينا بالحشد وكاتلينا مدري منهم، لعد وين؟ يعني من كان هذاك الكباب أبو المهندس يريد يسوي قوة جوية؟ لا، لعد وين اليوم شغلكم؟ يعني يوميا ينقصف الشعب العراقي سواء في كردستان ولا بغيره. يوميا جينا من إيران، وساعة جينا من تركيا، وساعة جينا مدري وين، ساعة الفصائل تضرب كردستان، وساعة كردستان يضرب الفصائل. زين، إلى متى؟ يعني شنو الحل؟ يعني أنتم لا أنتم تحمون بلد، قاعد لمن قاعدين؟ شنو الحكومه اللي انتم مسمين انفسكم حكومه عليها؟ زين ابو علي، هذا الغريب. حزب العمال الكردستاني يسيطر على سنجار، يعني ما يقدرون يطلعون من سنجار، وهو ياخذ رواتب، وهو تحت مظله الحشد وده ياخذ رواتب من زمن حيدر العبادي. ليش ما الحكومه تطلع هذا الحزب وتطلع هذه القوات حتى ينسد باب على العراق؟ مو يريدون يستفادون من وراهم. شلون يستفادون؟ على اساس انهم، انا اقول لك شلون يستفادون، يصيرون على اساس عود ايران تقول ضغط سياسي على تركيا. وهمينا جماعه بشار يسوون ضغط سياسي على تركيا لا اكثر ولا اقل، لكن ما يهمهم شعبهم. زين، هذه السنوات شنو الضغط اللي تحقق من خلال هذه المنظمه المصنفه ارهابيا؟ يعني تحقق ضغط من ناحيه المياه، تحقق ضغط من اي، من شنو؟ لم يتحقق اي شيء بالنسبه للعراق. لا
لكن هم اساسا ما عندهم رؤيه استراتيجيه لل هم عندهم سياسه حمايه البلد وحمايه شعب. كانوا اعتدوا صفقات مع كل المجاوره ما اتدخل بشؤون الداخليه واني احمي بلدي. كذلك انه اني عندك عندي حدود وعندك حدود تساعد بحمايه البلد. لكنهم يردون يهربون المخدرات. يردون يهربون نفط، يردون يهربون المشتقات من هذه الاشكال اللي لا. يعني هذول ترى هم ما قاعدين هم يتفقدون. نعم زين، الى متى الى متى الى متى يبقى المسؤول بالعراق ان كان رئيس حكومه ولا جمهوريه ولا برلمان ولا صاحب منصب انه فقط يغرد ويستنكر في بيان مثل هذه الحوادث، مثل الحادثه اللي صارت اليوم؟ يعني ناس ابرياء رايحه للصيف يعني ماتت اطفال والنساء. الى متى استاذ تطلع ثوره جديده، ثوره تشرين على الموجودين هذولا اللي هم يتامرون على العراق؟ نعم. واحنا ما يبات وغيرها، لكن هذولا قاعدين يتامرون على العراق، يتامرون مع الدول. نعم. الان حكومه ما متشكله لانهم يدون يتقاسمون المناصب، ما عندهم مشكله في في, في رؤيه خدمات البلد. يعني يقولون هم انا اريد وان هذا يريد اثنين، ويحسون انفسهم هم البلد من غيرهم تضيع. نعم. يعني هم حاكمين البلد. هنا انا اشكرك ابو علي من واسط كان معنا. معنا ابو علي من لندن، تفضل ابو علي، مرحبا بك. يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك، حياكم الله. يا هلا. تركي على قضاء زاخو عمل جبان ومستهتر. مرة قصف تركي، مرة قصف إيراني، مرة قصف أمريكي. أخي هاي الدول يشوفون ماكو حكومة بالعراق. نعم. حكومة قرقوزات أو ملاء خونة، يعني سأبطش بيت واحد بيته. بيته إذا مو مؤمن ومحترم الناس ما تحترمه، الناس ما تحترمه. فأني ما أعتب على ميليشيات وعصابات الخضراء، أنا أعتب على اللي ما يسمى حكومة أكو بكردستان. جماعة برزاني وطلباني دول ملتهين بس بالبوق، أولادهم ونسبانهم وبناتهم بس يبنون قصور ها، ويبنون مؤسسات بدبي وغير دبي. أنتوا ما تعرفون تحكم، يعني ما تعرفون تحكمون البلد يا أخي. أنتوا يا كردستان، يا حكومة كردستان، هسه عوفنا دول الحشيد إرهابي، دولاك إرهابيين كلهم عملاء خونة الإيران. انتوا ايش بيكم يعني انتوا والله العظيم هاي القضيه، هذا القصف لو صار بالصومال كان استقالت كل الحكومه واعتذرت من الشعب. بس ما اعرف يعني دم العراقي صار مباح، يعني ماكو لا طلع مسؤول استنكر ولا طلع ورا. لا هم طلعوا استنكروا، هم طلعوا استنكروا من خلال بيانات وتغريدات على تويتر وعلى فيسبوك. لكن هو التساؤل، يعني اليوم ما تقدر الحكومة تطلع حزب العمال الكردستاني من العراق، من شمال العراق، أو على الأقل أنه تسوي عملية مشتركة مع تركيا حتى نخلص؟ ليش اتفاق مع إيران؟ أخي هذا الحزب العمال الكردستاني البكك حاطيه بعبع، ماكو يقول لك يا عمي اجا يا الحشيد تقدم، هاي كلها مسرحيه على الشعب العراقي. ولا هم جايطوهم رواتب مثل ما تفضلت انت من زمن حيدر العبادي يطوهم رواتب. عم داعش جاي يستلم راتب، داعش جاي يستلم رواتب يا شعب العراقي. اسمع لازم تكون ثوره عارمه من الشمال للجنوب. انتوا اهل الشمال كردستان العراق اهلنا احبانا، انتوا راضين على ذولا؟ راضين على ذول؟ عم طلع صورة وسقطوا ذول المصيبة علينا يا أخي. ما بقت لنا هيبة. نعم. لا بقى لنا احترام، لا بقى لنا هيبة. ما على الشعب العراقي أن يثور. عم قوم ثور وسحلوهم بالشوارع. نعم. هنا أشكرك أبو علي من لندن. معنا اتصال آخر، أبو حسن من أربيل، مرحبا بك أبو حسن. اهلا وسهلا بك، يا هلا بك. العفو، الاسم ابو عبد الله من مرديك. حياك ابو عبد الله، يا هلا بك، تفضل. الله
اطلب من الله بمهمك. شلون ابو عبد الله؟ امين يا رب. نعم نعم نعم. امين. الله يخليك. الله يرحم الشهداء يا رب. احنا العراق احنا واقعين يعني بمنطقه سبحان الله كلها صراعات. نعم. يعني باقه القمه صارت في طهران. يعني عين بعين. ابو ايران حتى تركيا. حتى تركيا قال لا تدخل بالشمال التركي بالشمال السوري اذا لا هيك ترى الشاطئ هناك غرفة. فاليوم انتقل غرف هناك. الدينية بيناتهم. ابو ايران طبعا وين حصل يدعمون الفككة. وابو عزيز الشمال اقليم كردستان ما يقدرون يطبقون الجيش اللي يصفوهم. يعني طايحين بمشكلة كل كبيرة صار من شو نسوي؟ نعم. يعني هو الشغلة هو أبو على فكرة ابو عزيز ما يضرب الفككة ها. الفكك اكراد اللي يقول امين وقالي يعني هيك يقول زين على قبل اكثر من سنه صار اتفاق بين حكومه بغداد وبين حكومه اربيل على تسويه الاوضاع في قضاء سنجار في محافظه نينوى ولاخراج افراد حزب العمال الكردستاني من هناك. لغايه الان بعدهم هم اللي مسيطرين استاذ ما يخرجوهم. ليش؟ هذول هاي المنطقة إيران تريدها. نعم. تريدها ما تريدها. يعني هم تريد تقول هم متواجدين هم ذولا متواجدين بهاي المنطقة بأوامر إيرانية. أكيد أكيد. والحشد الشعبي طبعا هذا العامل الإطار التنسيق وكلهم يعرفون هذا كلهم يتباتوا عراق جيت حتى نعم استاذ ما ثقه. يعني مسعود يسويها يقول مو مشكله يابا مجموعات نعم صراحه ما يقدر لهم. هاي حرب العصابات والجبال هاي مو سهله استاذ. يحتاج طائرات يحتاج عتاد يحتاج قصف يحتاج مؤونه يحتاج ارزاق كل شيء تحتاج كل شيء تحتاج. اذا قبل نعم يقدر ما شاء الله شو ميزانيته خير من باقر هذا ياخذها منه هذا يعطيها الايران هذا يعطيها تركيا هذا يعطيها سوريا هذا يصرفها ما ادري وين كل شيء ما عندنا. واحنا اصلا هم هذا هم اللي يردون جيشنا. نعم انا اشكرك ابو عبد الله من اربيل كان معنا. احمد من المانيا تفضل احمد مرحبا بك. بسم الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. واضح اخي. واضح اخي تفضل. استاذي الفاضل الاخ الكريم من اربيل يتكلم على البككه ووجوده في شمال العراق. انا اقول لك هنا اكو عندي ولد صديقي موجود يعني على مسافة 100 كيلومتر من عندي وألتقي به دائما. نعم. كردي من شمال سوريا من أقارب موجودين في قيادات البككة. يقول في بداية تشكيل البككة قبل 20-30 سنة بعام 1984 يقول كانت كل قيادات البككة هم أكراد سنة مع احترام شديد أنا أحكي هالأسلوب هذا. يقول الآن دخلوا بذاك الوقت واحد أو اثنين علويين. يقول الآن كل قيادات وتوجيهات أغلب قيادات البككة هم من العلويين الأكراد العلويين وتوجيهاتها تجي مباشرة عن طريق الحشد الشعبي من مكتب الولي الفقيه. فيقول وجود البككة في شمال سوريا وشمال العراق هو حقيقة بجرين لايت من مكتب الحمار مكتب الولي الفقيه في إيران عن طريق الميليشيات الحشد الشعبي اللي موجودة بالعراق. هذا واحد. في ثاني في أي وقت من الأوقات أنا عمري 60 سنة متابع للشأن العراقي التركي من عام 1980 من زمن كنعان أفرن ومن زمن سليمان ديميرل ومن زمن بولند أجفيد ومن زمن أربكان ومن زمن أردوغان. الموجودين كنعان أفرن الجنرال كنعان أفرن كان أجبش من هذا وكذلك بولند أجفيد وكذلك سليمان ديميرل كانت علاقاتهم بالغرب قوية وكان الغرب الظهرون بس ما كان أحد منهم يستجرئ أنه يمس مترين مربعة من الأراضي العراقية وذلك لوجود جيش قوي ولوجود قيادة حكيمة ولوجود رجال يمثلون السلطة.
رجال في وزارة الخارجية أو في وزارة الدفاع أو في وزارة الداخلية أو في الاستخبارات في المخابرات يعلمون ما يفعلون، يعلمون كيف يطرقون السبل الدبلوماسية لإيقاف مثل هذه التهورات. أما الآن يحكم العراق شلة غجر، حظيرة خنازير، مع احترام شديد لكم، معذرة أجرح مسامعكم في التعابير هذه، ولكن هذه الحقيقة. الدم العراقي أصبح رخيص، أرخص من الماء يا أخي، والله الماء غالي. فما من أمن العقاب ساء الأدب، فتركيا تسيء الأدب أخي. هي بس تركيا اللي تتجاوز علينا؟ الكويت قضاء من أقضية الزبير يتجاوز علينا وقتل صيادينا. الأردن يتعدون على شبابنا، أما شبابنا اللي يروحون زيارة للرضا ويروحون زيارة المعصومة في إيران تحدث ولا حرج جنابك تعرف. أصبح العراقي مهان، ومن يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. هذول هل حسابنا اللي تسلطت على رقاب شعبنا، أذلت الشعب مع الأسف، ولكن إلى متى؟ إلى متى السكوت؟ أنا معتبي ليس على التركي الذي يعتدي على السيادة العراقية، ولا على الإيراني الذي يعتدي على السيادة العراقية، أعتبي على الشعب العراقي اللي مع الأسف وصل به الذل والخنوع إلى هذه المرحلة. أنا أشكرك أخي أحمد من ألمانيا وأعتذر على المقاطعة. خلونا نتابع أعزائي المشاهدين هذا الجرافيك الذي يشرح مسلسل القصف المستمر على الأراضي العراقية. نتابع ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد، معنا اتصال ابو عبد الله من صلاح الدين، تفضل ابو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. ابو عبد الله تسمعني؟ اهلا واسمعك سادي. تفضل عيني. تسمعني؟ يا هلا بيك، الله يسلمك. من نحكي وياك وفساد اسال، من نحكي صحيح ما تدو راسا تقطعون الاتصال من عندنا. شلون؟ ليش بدنا نقطع الاتصال؟ تفضل. انا اقول لك شو. تفضل. تركيا من عتقطف الشمال بالعراق. نعم. هاي شو إرادلها؟ إرادلها أبو عدي. زين. العراقية بياسنا قبل 90 أو بالتسعين طارت طيارات عراقية وقعتها بداخل تركيا، أبو تركيا ما بيقدر يسولف كل شيء. عمي مو جادي جاب الكاظمي، جاب الكاظمي والله أريد نحقق بهذا الشأن. شنو تحقق؟ أنت ضربه وبيتك ما تقدر تتحقق وما تقدر تحرك ساكن. نعم. سيار انت بيل، انت بيل ايراني بيل امريكي، انت تقدر تحقق؟ اذا تقدر تحقق حقق على بيتك لان ضرب. نعم. هاي ناس شرذة، من ناس شرذة، من ناس قرده شوالي متكاملين على الكراسي. كل من يقول ابوك انا اكثر من صاحبي. يعني المالكي من يصرح والله عنده مصنع صواريخ يريد غطاء قانوني. يلا هاك اخذ الغطاء القانوني. يلا يقدر جواب تركيا؟ هو على الخزعلي علاخ علاخ يقدر تجاوبهم؟ نعم. لو ايران تقولهم اشكتوا لتكون حلوكم، هذا الشيء احنا نريده. هم كلهم ذيول الايران وذيول الامريكا كلهم دون استثناء. نعم. يلا خل تطلع فتوى من النجف،
فتطلع فتوى من النجف يلا. لو الفتوى بس بس على المناطق السنيه. زين هسه ابو عبد الله احنا. يلا خلي جاوبني واحد. ماشي ابو عبد الله هسه احنا قطعنا عليك. لا انت ما قطعت علي بس استاذ. شو وقت قطعنا عليك؟ من الجيل الفاري نظام سابق. لا شو وقت قطعنا؟ لا احنا دائما ناكد بانه للمتصل حريه التعبير عن رايه بدون اي تجاوز فقط. فد يوم انا قطعت وياك الاتصال جاوبني. لا بس قبل يومين يعني استاذ اسهل كنا نجيب نظام الثقه اشوفه قبل ما جانا احسن من لا عندك. هذا رايك لكن احنا ما عندنا آل الزمن ترجع النظام السابق صار له 20 سنه من راح نكون واقعيين ولا احنا نعول على ذولا وليس التعويل على الطبقه السياسيه اللي حكمت العراق واوصلت العراق الى هذا الى هذا الحد. بأي وقت؟ نعم باي وقت يلتحق العراق العسكري يلتحق للبصره بالليل نعم وهسه بين قضاء ومحافظه ما يقدر يطلع نعم بس سلام نعم ابو عبد الله وين رايح وين جاي ماكو شيء. أنا أشكرك أبو عبد الله كان معنا من صلاح الدين أحمد من بغداد تفضل أحمد مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك. يعني إحنا نحكي على تركيا وعلى العراق هذا كله ما نستفاد من عنده لا تركيا حاطة بجيوبنا ولا إيران وهذا العراق اللي جريح هنا اللي شايف الضيم نعم المهجرين ما حد يفكر بهم سياسيين كل من يحطه بجيبه نعم على هسه هاي الاسكندريه الشيعه منطقه الشيعه الاسكندريه لحد الان عوالها مهجره ولا حد يسال عليها ولا حد يقول عوالها عليها وتركيا حاطت تهدد بهالعوائل هاي كلها مهجره جات تضرب بيها كلها مهجره جات تضرب بيها العوائل الناس اللي بالسيماني بيرجعوها للعوائل هاي جرف الصخر خلي يحيرون بهالعالم هاي اللي شايفه الضيم شايفه المرار نعم الكاظم حاير قاعد بالكي بس حاير بالكراسي ومدافعين على فلوس من وراء هالنقطات نعم. القشر خلي يشوفون هالناس هاي الناس صار لها اليوم 15 سنه ما فكروا بيها يوم قالوا خلينا نشوف معاناتها نشوف ايش تريد ايش محتاجه ما محتاجه نعم. هاي منطقه الشيعه جرف الصخر ليش ما يرجعونها؟ شنو السبب؟ مصيرنا نريد نعرف مصيرنا بين نعم احنا نطالب من هاي قناتكم المفضله اللي هي تنقد المسؤولين وهذا كلام بدك توصله ان شاء الله بركه الله يصل للمسؤولين نعم للكاظمي الغير الكاظمي للمختلف هذا الناشد احنا الناشد احنا عمي بالضيم عايشين ترى نعم الله يعينكم يعني احمد وان شاء الله ترجعون بالسلامه. احمد بغداد كان معنا. يستمر الجدل حول تسريبات نوري المالكي التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وباتت حديث الشارع العراقي حيث كشفت التسريبات كما عرضناها في وقت سابق عن مخطط المالكي لإشعال اقتتال داخلي وتجاوز فيه على زعيم التيار الصدري وبعض قادة الميليشيات ووصفهم بأمة الجبناء. عدد من عشائر قبيلة بني مالك ومنهم بيت كاووش وبيت ساري تعلن البراءة من المالكي بعد التسريبات الصوتية التي انتشرت له على منصات التواصل الاجتماعي فلنتابع. باسمي واسم أخوتي وأبناء عمومتي قبيلة بن مالك بيت كاووش نعلم البراءة والإدانة والاستنكار للتصريحات المدعو نوري اللامالكي والذي يحاول زج اسم قبيلة بن مالك في مهاترات صبيانية بعد التسريبات الصوتية التي ظهرت والعائدة له والتي تطاول فيها على المرجعية والحشد المقدس والتي أراد منها تذكية الاقتتال بين أبناء الوطن الواحد وإشعال حرب أهلية من أجل الحصول على مغانم سياسية عنهم الشيخ حسن الشيخ لحق المالكي بيت كاووش عنهم المجاهد أبو فاطمة المالكي رافد هندية صلى. وطلب مغردون تحت وسم سلم نفسك نوري على منصة تويتر بتسليم نوري المالكي نفسه للعدالة لمقاضاته ومحاكمته على اعترافه بالجرم والتخطيط للاقتتال وجر البلاد إلى حرب أهلية. دعونا نتابع بعض هذه التغريدات. تقول ليندا الكلداني سوف تتم محاكمتك وإعدامك جزاء لما ارتكبته ضد الشعب العراقي طيلة
19 عاما وعندها فليشفع لك جورج بوش وخامنئي. تغريدة من حيدر الجيزان يقول فيها: خبير قانوني لا حصانة للمالكي وعدة مواد سيقاضى بها إذا ثبتت التسريبات لصوته، ننتظر النتيجة النهائية من القضاء الذي وللأسف أصبح مملوكا بالكامل إلى المالكي نفسه. حسن الكعبي يقول: سكوت القضاء الأعلى هو أكبر دعم للمالكي الذي يحاول أن يقود حربا أهلية وانقلابات وتخابر مع الحرس الثوري والاطلاعات لخوض دوامة حرب أهلية طاحنة، يقول أين القضاء عنه. أما تغريدة من جاسم السراء يقول: قبل الانتخابات رافع شعار نعيدها دولة، وهو بالأساس يخطط للهجوم على النجف، يقول سبايكر مان سلم نفسك يا نوري. معنا اتصال أبو علي من بغداد، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك يا أخي العزيز. والله ما أعرف منين أبدي ومنين أنتهي. يعني إحنا الله سبحانه وتعالى بلانا بلوى بهذا البلد، هذا العراق اللي كل شيء ما فهمنا من حياتنا. يعني هسه إحنا بهذا البلد لا كهرباء عندنا، لا مياه عندنا، لا عمل عندنا، لا وجبة غذائية عندنا، لا أمان عندنا. شنو إحنا عايشين بهذا البلد؟ يعني إحنا بأن هذا العراق هو جهنم، يبتلي يشمر بهذا البلد. هذا البلد اللي صراحة إحنا نكذب بأن التاريخ والحضارات البلد شعب مذوب الإرادة. الله أكبر، متى يرتاح وحسبي الله ونعم الوكيل. نعم، الله المعين. أخي أبو علي من بغداد كان معنا. معنا اتصال آخر، انقطع الاتصال الآخر. دعونا نذهب إلى ملف آخر، ومن صراع الأحزاب واقتتالها على السلطة إلى الواقع الصحي في العراق الذي أوصلته الأحزاب الحاكمة إلى هذا الحال. مواطن وثق بالفيديو انتشار الكلاب السائبة داخل مركز أمراض وزرع الكلى التابع لدائرة مدينة الطب في العاصمة بغداد. الفيديو كثير بشرح الحال المأساوي لواقع الصحة في العراق، دعونا نتابع. اللهم صل على محمد وآل محمد. جاء تقرير وزارة الصحة دائرة مدينة الطب مركز أمراض وزرع الكلى. تفضل. إلى كارثة صحية أخرى من بغداد أيضا، وتحديدا من مستشفى المختار الأهلي. هروب كادر طبي عقب وفاة فتاة عشرينية خلال عملية الولادة وتركها بدون إخبار أهلها بعد أن أعطيت جرعة زائدة، مخدرة زائدة بالخطأ. طبعا هذا بحسب ما قاله ذويها. دعونا نتابع هذه الصور من العاصمة بغداد أمام مستشفى المختار الأهلي. اليوم هنا عندنا نزيلة توفيت نتيجة خطأ طبي، أعطاء جرعة زائدة من البنج. طبعا احنا أهلها ابن سمحة وراء ثامر. احنا ذهبنا بالبداية إلى مستشفى الحبيبية الأهلي، بعدها انتقلنا إلى مستشفى مدينة الطب. المستشفيين لم يستقبلوه، والآن توفيت بعد خطأ طبي بالبنج الزائد. إدارة المستشفى وكوادرها تهرب من المستشفى وتترك الجثة. طبعا يكثر الحديث على منصات التواصل الاجتماعي حول موضوع المخدر الزائد أو البنج كما هو معروف في العراق، وهذا يحتاج إلى أدلة علمية من قبل المختصين. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول الواقع الصحي وحول المواضيع الصحية. أحمد يقول: شون بالله نظل هيك، لا صحة لا تربية لا صناعة لا تجارة لا أمن، والعتاقة تسرح وتمرح والهتلية تحكم. يقول الله يرحمك يا شعب والله يذكرك بالخير يا وطن. أما خالدة فتقول: هاي نتائج بعد 2003، أطباء الواسطة والدفاتر الامتحانية المسروقة من أصحابها، تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. طارق يقول: كل هذا بسبب غياب الرقابة الصحية وعدم محاسبة المقصرين، يقول حسبي الله ونعم الوكيل. رزاق علق يقول: الله يرحمها برحمته الواسعة، لكن لا تتفاجأ بأنك في العراق وفي مستشفيات العراق، أقصد في مجازر،
العراق. دعونا نذهب إلى ملف آخر في العراق، ويشكو المواطنون من الروتين في الدوائر الحكومية ومن معاناة الانتظار وانتشار الرشاوي ومن صور هذه من هذا الروتين والطوابير الطويلة ما تم تصويره في دائرة الطابو في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، حيث انتشر هذا المقطع على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. دعونا نتابع هذا المقطع. هذا هو المقطع. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول موضوع الروتين في الدوائر الحكومية، ومن العراقيين من علق وقال حول الروتين والازدحام والمعاناة في الدوائر الحكومية. أبو شهد الحربي قال أغلب دوائر بعقوبة هذا حالهم، والموظفين أكثرهم يتقصد إذلال المراجع وابتزازه. أما غزوان الربيعي فقال والله كل دوائر ديالة على هذا الحال، الموظف يجبر المواطن باللجوء إلى المعاقب كي يستفيد من الرشوة بين الطرفين. مصطفى العبيدي يقول كل دوائر الدولة في العراق هي لمذلة المواطن لا لخدمة المواطن. مروان يقول معاناة هي والصندوق استخفاف بالمواطن وسوء إدارة المدير وعدم المهنية السيرة من الصبح لنهاية الدوام والصندوق يقفل الساعة 12 الظهر. نعم، دعونا نذهب إلى فقرة أخرى من فقرات هذا اليوم، ملف الهاشتاج، ملف الهاشتاج لحلقة هذا اليوم. وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق ملف أو وسم الإطار التنسيقي. هذا الوسم الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق هو يأتي بسبب عدم طرح اسم معين من قبل الإطار التنسيقي لتولي رئاسة الحكومة. فأطلق عراقيون ومغردون وناشطون على منصة تويتر هذا الوسم لتسليط الضوء على ما يقوم به الإطار التنسيقي وتأخره لغاية الآن بسبب الصدام والصراع المعروف بين الكتل السياسية في العراق حول موضوع المناصب. يقول أحمد الفلاحي تحت هذا الوسم طال الصبر يا شعب على إيران وإطارها التنسيقي، طال الصبر على انعدام الخدمات وتزايد الجريمة والمخدرات، طال الصبر على ضياع الكرامة ومعيشتكم معيشة ذل وقهر وأنتوا بنص النفط غارقين، طال الصبر وشبابنا عطال بطال ومريضنا يموت من العوز، كافي انتفض ثور يا شعب. أما سلام الحسين يقول الأزمة واصلة بالإطار التنسيقي إلى مرحلة حتى العامري ما يقدرون يطرحوا كمرشح، بحيث روجوا لخبر مزيف مفاده بأن الصدر أبلغ العامري كن رئيسا للوزراء وسندعمك. يتضح من الخبر بأن الإطار عاجز تماما، وحتى لو طرح مرشح فهو للتورية ولن يتجاوز سياق الإعلام فقط. كاظم يقول الكل يدرك ويعلم ويفهم بأن مشكلة العراق الكبرى هي الفساد، والفساد محمي بالمحاصصة، والمحاصصة اليوم جريمة الإطار التنسيقي، والإطار لا يمكن أن يشكل حكومة نزيهة ومنتجة. أما سليمان الفهد فيقول الإطار التنسيقي نايمين، ها نايمين قاعدين، اذهبوا لبيوتكم وتنعموا بالأموال حلالها وحرامها، ودعونا نعيد ترتيب بيتنا العراقي خارج منافستكم مع التيار وغيره، لأنكم جميعا في مركب الفساد أو مركب فاسد واحد. أنتم تثبتون لنا يوما بعد آخر بأنكم ليس أهلا لقيادة هذه المرحلة. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.